الدول الرابطة وهي الجزائر لجنة. تصحيح المفاهيم الدينية الخاطئة وغرس قيم التسامح بين الأفراد إحدى الركائز الأساسية للدين الإسلامي الحنيف، ما يسعى إليه الدليل العلمي والعملي للوقاية من الغلو والتطرف الذي أصدرته رابطة علماء ودعاة وأئمة دول الساحل. هناك فهوم، تفسيرات، تأويلات، محاولة لترجمة بعض المعاني الموجودة في هذا الدين، في هذه الرسالات السماوية، فيخطئ الإنسان من حيث الفهم. عندما يخطئ من حيث الفهم يخطئ أيضا في الممارسة. تحول هذا الفهم السيء إلى مصيدة تدخل فيها بعض اللوبيات، تدخل فيها بعض الجهات، تدخل فيها بعض العصابات التي تريد أن تصنع من هذا الفهم السقيم قوة ضاغطة في بلاد من البلدان. راحت رابطتنا في هدوء تام ويقين راسخ، تحاول أن تجلي وجه الحقيقة بدفع الشبهة وتصحيح المفاهيم، وذلك من خلال معالجتها لعدد من الانشغالات الجوهرية التي تصنع الجدل في عالم الأفكار وتمثل أدبيات عديد الجماعات، كقضايا الحوار وقبول الآخر ونبذ العنف والكراهية. الدليل الذي يعد ثمرة لمجهودات اللجنة العلمية يأتي لتدعيم المناهج الدراسية في دول الرابطة بغرض تربية النشأ على سماحة الإسلام وقيم نبذ التطرف وتقبل الآخر. إصدار هذا الدليل ثمرة وتوجيها لجهود الرابطة من أجل تعميمه واعتماده كمقترح ضمن المقررات والبرامج الدراسية للدول الأعضاء، مساهمة منها في تمكين الأجيال القادمة من التصدي لفكر التكفير. بإعداد هذا الدليل تسعى جاهدة أن تجعل منه حمية تحتمي بها المجتمعات والأفراد، سيما فئة الشباب المعرضة أكثر من غيرها لتيارات فكرية هدامة تعود بالخراب والدمار على الأوطان والديار. الدليل العلمي الذي يأتي في 112 صفحة من المرتقب إصداره بلغات أخرى بهدف تسهيل تعميمه على دول الرابطة والقضاء على الفكر المتطرف لدى الشباب في دول الساحل الإفريقي.